انتم هذه اللي درنا فيها كاوكاو مطحون فهي كتجي رائعه جدا. والشوكولاته ما شاء الله تقريبه مغربيه. السلام عليكم ومرحبا بكم في الوصفات ملكة. مرحبا بالناس الجداد وبالقدام معنا في القناة. فيديو جديد بلوك جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الحلوة. غنشارك معكم الغريبة مغربية تقليدية بكوكاو اقتصادية بالثلاثة ديال النكهات رائعين جدا. النكهة الاولى والثانية والثالثة غندخل فيها الشوكولات اللي غادي نحمقوا عليها الدراري الصغار والكبار. خليكم معايا غندير معكم بلوك خديت باش ناخذ داكشي اللي خاصنا نمشيو للدار نصوبوا هاد الحليوه لعيد الاضحى ان شاء الله. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وبالهنا وبالراحه البال يا ربي امين. خليكم معايا. ها انتما الزينات. غادي نستعمل هاد الشوكولات الحبيبات ديال الشوكولات اللي غنستعملوا في الغريبه ديالنا. ها انتما غندير ان شاء الله ثلاثه ديال النكهات ديال هذا ديال الغريبه التقليديه مغربيه بكوكاو وغادي ندخل فيها الشوكولات باش حتى الولادات الصغار يحمقوا عليها. خليكم معايا. ها الكويرطه تاع البنات ديال الحلوه. ها الكوك. ها الفاني. ها الروم اللي كي استعملوا اللي كي البدوا بها الحلويات. هاد العصره البنات بنين بزاف بالكوك وباناناس تيحمق البنات. هذا خصوصا في هاد البرد هذا في هاد الصهد هذا هو البنات. هذا فيه الكوك وفيه اناناس بنين بزاف وهذا فيه الرمان نفس الماركه وهذاك ديال الفواكه. كاين حتى هذا زوين. هانتوما شافو هادوك الفرارم ديال البيتزا هو الفوق ستانتا نوفي أورا نوفانتا نوفي. وجابو حتى هادوك ديال الفريتيك شوفو هما بترينتا نوفي ترينتا كواترو إي نوفانتا نوفي تشنتيزمي. ها هما البنات ديال القلية زوينين. وجابو الديفان. هاد الزبده البنات كتجي في الحلوه رائعه جدا ماشي بحال مارغارين. هذه اللي كتعطي نكهه يا سلام يعني المذاق كيجي يا سلام. هذه كاينه هذه مارغارين ولكن ما كتعطيش اللذه البنات بحال الزبده. وهاد الزبده هذه اللي غادي نستعمل بها الحلوه ديال اليوم ان شاء الله. خليكم معايا. هانتوما البنات جابوا هاد الالات ديال العواصر تيشهيو العواصر اللي غينفعونا في هاد الصاد هادي ديال لاكلاص البنات. شوفو ها المقلات رائعين ب 25 يورو 24.99 ب 25 يورو. ها المصلوحات هادي جات تحت ليا في قدامي.
المقادير اللي غنحتاجو في الحلوه ديالنا، كنحتاجو 250 غرام ديال الزبده، هذيك الباكيه اللي خديتها معكم من يوروسبين قسمتها على نص، واحد قبسه الملحه، جوج خنيشات ديال الفاني، واحد الخميره ديال الحلويات ديال 16 غرام، واحد نص كاس ديال البيستاش مطحون، واحده 100 غرام ديال واحد الكاس معمر، نص كاس ديال السكر سنيده، واحده نص كاس ديال الزيت ليسيور، واحدة 100 غرام ديال كاوكاو، والقرقاع مطحونين حتى تلقوا الزيت ديالهم باش غادي نكهو واحد شويه. غديت المعلقه كبيره عامره ديال داك القهوه نسكافيه، خلطت معها شويه ديال المغليان والشوكولاته الحبيبات اللي غادي نديرو مع هذا العجينه اللي غنديروا معها هذه اللي غنديروا معها القهوه، غنديروا معها الحبيبات ديال الشوكولات، واحد نص كيلو ديال الدقيق، واحد المربى، واحد المعلقه كبيره ديال المربى ديال المشمش. صافي هذا الشيء اللي كاين في المقادير، دابا غندوزوا للطريقه. صافي ها نتوما الزبده ديجا خرجتها من الثلاجه، راه ذابت كما كتشوفوا، خليناها في حراره المطبخ. غندير معها شويه ديال ندير معها السكر، بغيت نقول هانتوما درت السكر مع الزبده والملحه، غادي نخلط مزيان السكر مع الزبده حتى كيندمجوا لينا ونعاود نتلقاو. هانتوما كنخلطوا مزيان الزبده حتى كيوليو والسكر والملحه حتى ولاو على الشكل ديال البوماطا، كنزيدوا الزيت وغنعاودوا نخلطوا. هانتوما الخليط ديالنا داب، غادي نزيدوا شويه من هذاك الدقيق، غندير ثلاثة د المعالق، وغنديرو الفاني، جوج الخنيشات ديال الفاني، وغادي نديرو الخنيشة ديال 16 غرام ديال الخميرة ديال الحلويات، وغادي نخلطو. صافي نتوما ها كنخلط الخليط ديالي، غنقسموها في ثلاثة ديال الزليفات باش كل خليط كنزيدو عليه واحد النكهة. هانتوما هذا الثالث، كتشوف زيت التليفون بواحد ليه تحس تهرس ليا الطريبيدي. صافي هانتوما كتشوفوا، هانتوما درت الخليط في ثلاثه ديال الزليفات، كل خليط غندير معاه واحد النكهه مختلفه. بحال هذا غندير معاه النكهه ديال البيستاش كما كتشوفوا، وغنزيدو واحد النكهه اولا المعلقه الصغيره ديال الطيماطشا ديال اتاي ديال الماتشا. صافي غنزيدو الدقيق بشويه بشويه حتى كيتجمع لينا الخليط. هذه النكهه الثانيه، هانتوما النكهه الثانيه غادي ندير معها الحبيبات ديال الشوكولات، وغنديرو القهوه سريعه الذوبان، وغادي نزيدو الدقيق بشويه بشويه حتى كيتجمع لنا الخليط. وهذه النكهه الثالثه اللي غنديرو مع العجينه ديال الكاوكاو وديال هذا ديال القرقاع، حتى هي غادي نزيدو الدقيق بشويه بشويه حتى كيتجمع لنا الخليط. خليكم معايا هانتوما كتشوفوا. صافي ها هما النكهات ديالنا كلهم، غادي نزيد عليهم غير الدقيق صافي حتى كتجمع ليا العجينه ونعاودو نطلقاو. صافي هانتوما جمعت العجينه ديالي، غنزيدو عليها شويه ديال المربى، غنعاودو نعجنوها. صافي هانتوما العجينه ديالنا، دابا غنحطوها في السلوفان وندخلوها للثلاجه باش تشد شويه في راسها، وغادي نزيدو الدقيق حتى مع هاد العجينه بشويه بشويه حتى كتجمع لنا العجينه، وغنديرو نفس الشيء مع هاد العجينه ديال البيستاش. صافي هانتوما وجدت واحده البياض البيض، خلطت معاه شويه ديال الخل وطربتو، وباش غادي نزينو شويه ديال البيستاش، العجينه ديال البيستاش غنزينوها بالبيستاش. جمعت العجينه ديالي درتها في الثلاجه واحد المده ديال 10 دقائق، درتها في السلوفان كما كتشوفوا. العجينه ديال البيستاش كنزينوها بالبيستاش، ديال كاوكاو ديال هذا ديال القرقاع كنزينوها بكاوكاو مهرمش، وهذيك ديال الشوكولات غادي نزينوها بالسكر الثقيل. صافي دابا غندوزو باش نكوروا الغريبه ديالنا، كنكوروا العجينه ديالنا. صافي هانتوما كنكوروا العجينه ديالنا، كنمرمدوها في البياض البيض، ومن بعد كنمرمدوها في البيستاش. صافي كنحطوها في اللاطه،
هادي ديال البيستاش، الغريبه ديال البيستاش. دابا غادي نديرو الغريبه ديال تا الكاوكاو ديال تا هذا. دائما حتى هي غنمرمدوها في البياض البيض، وكنمرمدوها في كاوكاو مهرمش. صافي هذيك ديال الشوكولات حتى هي كنمرمدوها في البياض البيض، كنمرمدوها شويه في السكر الثقيل كما كتشوفوا، وكنحطوها في اللاطاق. خديت شويه ديال اللوز حمرته وغادي نخشيه في الوسط كما كتشوفوا، وغندخلوها على الفران 160 درجه. في الاول كنطلعوها الفوق حتى كتحمر وتاخذ اللون الذهبي. صافي كنخرجوها. هانتوما الحلوه ديالنا، هذيك ديال الكاوكاو وهذاك والكركاع، حتى هي غمستها مرمدتها في البياض البيض وغمستها في كاوكاو مهرمش وخشيت فيها اللوزه، وحتى هي دخلتها الفران 160 درجه حتى تحمرت وتشقات وخدات اللون الذهبي، وكنخرجوها وكنقدمها بالصحه والراحه. صافي هانتوما الغريبه ديالنا، درتها في اللاطه ملي مرمدتها في البياض البيض، هذه اللي مرمدتها في البياض البيض ومرمدتها في كاوكاو مهرمش وخشيت فيها اللوزه من الداخل، كتجي كلها مشقوقه. وهذيك اللي درنا ليها البيستاش ملي طيبتها 160 درجه خرجتها من الفران ودهنتها بشويه ديال النباش كيسقيها وكيعطي ليها اللمعان. هذيك اللي درناها بالحبيبات ديال الشوكولاته ومرمدناها حتى هي في السكر الثقيل، كلهم دخلتهم للفران 160 درجه حتى تحمروا. في الاول طلعتهم الفوق حتى تشقوا كاملين، ومن بعد هبطتهم لتحت ونقصت على العافيه حتى طابت الغريبه ديالي وهشيشه وكتجي بنينه بزاف. هانتوما الغريبه ديالنا، كتجي راه باقا سخونه البنات، وانا هزيتها غير بشويه عليا حتى زربت باش نكمل التصوير، ولكن نتوما من الاحسن تخليوها حتى كتبرد تماما حيت الا كانت باقا سخونه. ها نتوما الغريبه ديالنا، كتجي كلها مشقوقه وبنينه بزاف. الغريبه مغربيه، درت فيها الشوكولات بالعجينه وحده، هذه درت فيها كاوكاو مطحون، وهذا ها نتوما هذه اللي درنا فيها كاوكاو مطحون مع القرقاع مطحون، كتجي رائعه جدا مغربيه 100%. وهذه اللي درنا فيها هذا اللي درت فيها البيستاش، حتى هي كتجي رائعه جدا، ودهنتها بشويه ديال النباش كتجي رائعه جدا. دابا غنقطعوهم لكم باش تشوفوهم. وهذه اللي درنا فيها هذا اللي درنا فيها الشوكولاته بالمذاق ديال القهوه، كتجي يا سلام البنات بنينه بزاف، حتى الوليدات ياكلوا الشوكولات اللي كيبغيو الشوكولات، ونعشقوهم فالغريبه مغربيه. ندخلوا فيها الشوكولات اللي مالا، كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم. صافي ها نتوما الحلوه ديالنا كما كتشوفوا، غادي نقطعها لكم باش تبان لكم. هذيك اللي درنا فيها البيستاش ها هي، هذيك المربى عطات ليها التعليكه وعطات ليها اللمعان. هانتوما كتجي هشيشة وكتذوب في الفم، بنينة هانتوما. هاديك اللي درنا ليها الشوكولاتة تا هي هانتوما كتشوفو كتجي هشيشة وكتذوب في الفم حتى هي. هادي اللي درنا فيها كاوكاو والقرقاع كتذوب في الفم، راه باقا سخونه البنات، ها نتوما كتشوفوا كلها كتشتت كتذوب في الفم البنات. كنتمنى تعجبكم الحليوبه ديالنا، وتجربوها وتردوا لي الخبر في الكومونتير.